مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترندز، النهارده الحلقه هيكون فيها موضوعات مختلفه جدا وترندز اتكلمتوا عليها كتير جدا على السوشيال ميديا، لكن خلونا نبدا الحلقه زي ما عودناكم دايما بفقره ترندز اوف ذا ويك. من الترندز اللي صدرت السوشيال ميديا بشكل كبير هو خبر اصابه محمد صلاح واللي اتصاب في مباراه فريقه الاخيره في الدوري الانجليزي. واضطر ان هو يخرج من الملعب في الدقيقه 70 وما يكملش المباراه اصابه محمد صلاح قلبت تقريبا السوشيال ميديا سواء في مصر او انجلترا وخصوصا ان مصر عندها ماتش مهم قوي خلال الايام اللي جايه قدام السنغال وكلنا عارفين اهميه الماتش ده في انه يوصل مصر لكاس العالم المشكله انه حتى الان ما فيش معلومات كتير عن اصابه صلاح وكل اللي قاله يورجن كلوب المدير الفني للنادي ليفربول ان اصابه صلاح في اسفل الساق وهي اصابه بسيطه بس ممكن يغيب عن مباراه او اتنين لفريقه والتصريحات دي قلقت الناس اكتر وخصوصا ان زي ما قلت لكم ما فيش وقت وكلها ايام قليله قوي على ماتش السنغال اللي طبعا احنا كلنا مستنيينه عشان نفرح بوصولنا لكاس العالم ان شاء الله. يمكن الحاجه الوحيده الكويسه في الخبر ده هو ان محمد صلاح قبل ما يتصاب ويخرج من الملعب كان سجل هدف ووصل رصيده من الاهداف للموسم ده ل 20 هدف وبقى متصدر قائمه هدافي الدوري الانجليزي وطبعا كلنا بنتمنى الشفاء العاجل لنجم مصر محمد صلاح وانه يرجع بسرعه ويلحق بماتش مصر المهم. تاني ترند معانا هو خاص بالفنانه شيرين واللي صدر فيديو ليها وهي بتبكي على المسرح في حفلتها الاخيره في الكويت الترند على كل صفحات السوشيال ميديا وحاله البكاء دي عملت حاله كبيره جدا من الجدل عند الناس واللي قعدوا يتساءلوا عن سبب حزن وبكاء شيرين شيرين بكت على المسرح بعد ما غنت واحدة من أغانيها الحزينة ولكن الجمهور اتفاعل معها جدا وقعد يسقف لها وردت عليهم شيرين وقالت ليه عاوزين أغني أغنية حزينة بكاء شيرين طبعا خلى جمهور الكويت يعمل هاشتاج بعنوان دموعك غالية علينا يا شيرين وكمان بكاء شرين على مسرح ما كانش السبب الوحيد في انها تتصدر الترند ولكن كمان الملابس اللي ظهرت بيها في الحفله كانت سبب تاني في ناس هاجموا شيرين وقالوا ان دي ملابس رياضه ما ينفعش مطربه تحضر بيها حفل غنائي لكن جمهور ومحبي شيرين دافعوا عنها ودعموها بقوه قصاد الهجوم ده وهنا لازم نقول ان شيرين من المطربين اللي ليهم شعبيه كبيره قوي سواء في مصر او كل الوطن العربي ودايما بتلاقي جمهورها بيدعمها طول الوقت اخر ترند معانا مع الاسف الشديد هو ترند حزين وهو بيتعلق بوفاه الدكتوره انيسه حسونه واللي رحلت عننا صباح يوم الاحد اللي فات بعد صراع طويل مع مرض السرطان نعى الرحيل عدد كبير من الفنانين والاعلاميين والمثقفين ومن بينهم السفيره نبيله مكرم وزيره الهجره عمرو عرفه وغيرهم من الفنانين والمثقفين زي صلاح عبدالله الله واسعاد يونس. الرحيله كان ليها نشاطات خيريه كتير سواء في مؤسسه مجدي يعقوب مع طبعا الجراح العالمي مجدي يعقوب او مستشفى الناس اللي اسستها واللي بتعالج الاطفال من مرض القلب بالمجان. وكان اخر ظهور لها الاسبوع اللي فات اثناء تكريم السيده انتصار السيسي حرم رئيس الجمهوريه ليها في اليوم العالمي للمراه وكتبت انيسه حسونه على تويتر وقتها اخر كلماتها وقالت لما بلدك تطبطب على كتفك وتقول لك شكرا على مجهوداتك هتطلب ايه اكتر من كده يشرفني ويسعدني اخباركم انه قد تم تكريمي اليوم من السيده انتصار السيسي حرم الرئيس بوصفي الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للاطفال ربنا دائما في أحلق الظروف واصعب الاوقات يبعث للمراه هدايا السماء لت له الطريق وزي كل يوم أربعة دلوقتي جي مع فقرة سكوب في فيلم وثائقي انجليزي اسمه ذا تندر سويندلر او محتال تندر الفيلم ده كسر الدنيا خلال الاسابيع اللي فاتت بعد عرضه على واحده من المنصات الشهيره بالرغم من ان هو فيلم وثائقي يعني فيلم برضو حقيقي الا انه بقى من ضمن اكتر عشر افلام مشاهده على المنصه الفيلم ده بيتكلم عن قصه شخص محتال اسرائيلي اسمه شمعون لفيف الراجل ده فضل يلف في اوروبا كلها ويدعي انه ابن رجل اعمال كبير علشان ينصب على الستات وياخد منهم فلوس تخليه يقدر يعيش في المستوى المرفه جدا اللي هو عايش فيه ولما بقول مرفه جدا انا بكلمكم في طيارات خاصه وكده الفيلم ده خلانا نفكر في موضوع مهم قوي وهو النصب والابتزاز اللي بيحصل على السوشيال ميديا وبيتعرض بيه ناس كتير جدا وبنات اكتر وطبعا كلنا من فتره قريبه تابعنا قصه البنت اللي انتحرت بعد ما اتعرضت للابتزاز من شباب ركبوا صورها الشخصيه على صور غير اخلاقيه، والبنت طبعا ما قدرتش تستحمل كل الضغوط النفسيه اللي حصلت لها فانتحرت. النهارده قررنا نناقش الموضوع ده بشكل موسع واكبر بما انه دايما في ناس بتتعرض للمواقف دي وعشان كده هيكون ضيفنا النهارده الاستاذ شريف اسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين حضرتك سمعت على الفيلم اللي انا قلت عنه اللي هو بتاع الشخص اللي كان اه سمعت سمعت عنه سمعت عنه واتفرجت عليه وطبعا يعني هي نفس سبل الاحتيال القديمه جدا يعني كنا بنشوفها في افلام عربي زمان واحد شاب بيقرر ان هو ينصب على سيده متزوجه او على ارمله علشان ياخد ثروتها بقت نفس الحاجات ديت بتحصل دلوقتي بس بقت الطرق بتاعتها مبتكره أكتر باستخدام السوشيال ميديا وباستخدام الانترنت والتكنولوجيا الحديثه عامة. نفس يعني هما في طريقتين دايما للنصب والاحتيال في الطريقه بتاعة الاختراق اللي هو ان حد يخترق حساب بتاعك وفي طريقه ثانيه احنا بنسميها سوشيال انجينيرنج او اللي هي يعني هنسميها هندسه هندسه اجتماعيه ان هو يتودد الاول ويتعرف وينشئ علاقه كلها عبر السوشيال ميديا وبعد كده يبتدي يقدم الطلبات بتاعته وده اللي كنا بنشوفه في الفيلم انه بتبقى يعني تطبيق بتاع مواعده البنت بتتعرف على الولد ويفضل يعني يفهمها ان هو شخص ثري جدا وانه هياخدها ويفسحها وفعلا يقوم بكده وياخدها ويعزمها في مطاعم غالية, غاليه جدا م. ويخرجها خروجات غاليه قوي وبعدين ايه يجي فجاه يقول لها اصلنا في ناس بتطردني ومستوق في فلوس الحقيني دلوقتي بكذا ويسحب منها مبالغ توصل ويخليها تاخد قروض من البنك علشان ان هي تنقذ حبيبها اللي دلوقتي في عصابات بتطرده الحاجات دي ممكن تحصل في مجتمعاتنا العربيه كمان اه بتحصل بتحصل ويعني كنا بن كنا بنشوفها في افلام عربي قديمه بتحصل بالطرق بتاعه زمان بقى اللي هو يتعرف عليها في النادي وبعد ما يتعرف عليها في النادي ياخدها ويفسحها ويعني كنا بنقول يرمي شباكه عليها التعبير دهوت ده تعبير اخدناه من سنين يعني طبعا. ان هو بيرمي شباكه على هذه الضحيه م. وتبتدي هي تحبه وتقع في غرامه وتتخيل ان هيبقى في علاقه مستمرة ويطلع في الاخر ان هي عمليه عمليه نصب او احتيال يعني معقده جدا يقدر ياخد منها بقى الارض بتاعتها يخليها تبيع الارض بتاعتها بسرعه علشان خاطر تسدد الديون بتاعته او حاجه من هذا القبيل. طيب استاذ شريف ممكن تقول لنا ازاي اصلا احنا نحمي نفسنا والمعلومات الخاصه بينا على السوشيال ميديا؟ بص في قاعده كده اي حاجه هتحطيها على السوشيال ميديا اكنك حطيتيها في الشارع أوه. فلو حضرتك ما عندكيش مشكله انك تعلقي الصوره بتاعتك من شباك البلكونه او انك تحطي الصوره بتاعتك في مكان عام يبقى حطيها في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ما اي حاجه خاصه. الخاص هو ما بيننا وما بين الناس اللي نعرفهم وبيكون بعمليه ممكن نستعمل التواصل الاجتماعي بان احنا نبعتها لحد من قرايبنا على الواتساب، نبعت صورنا على مجموعه خاصه احنا عاملينها على حاجه زي الواتساب، لكن ان احنا نحطها كده على تويتر نحطها على فيسبوك نحطها على تيك توك كفيديو الحاجات دي كلها طبعا دي حاجات بتبقى يعني لازم نبقى عارفين ان الحاجات دي هتنتشر وانه ممكن يتم استخدامها بصور اخرى طب بما ان احنا اتكلمنا عن الفيلم برامج التعارف بقت منتشره جدا ازاي الشباب يحموا نفسهم عليها مش هقول لك يعني يا استاذ شريف معلش مش هقول لك ان ده ما بيحصلش احنا عارفين انه بيحصل فعلى الاقل يعني لا لا. نعرف ازاي الواحد على يحمي نفسه هو على فكره بيحصل وبيحصل عندنا في المجتمعات بتاعتنا اكتر من المجتمعات الاخرى م. لان سبل التعارف التقليديه اللي موجوده في المجتمعات الاخرى مش موجوده عندنا. بزبط. يعني سبل التعارف التقليديه في الدول الاخرى ممكن تكون من النادي، ممكن تكون من بيئه العمل، ممكن تكون من بيئه الدراسه ولازم منه. احنا هنا عندنا يعني التقاليد بتاعتنا بتمنع سبل التعارف التقليديه دهيت. فالشباب بيلجا للسبل التكنولوجيه اكتر بالزبط. عشان كده استخدامات تطبيقات التعرف بتاعتنا يعني اكتر شويه طبعا احنا كمان عندنا تفاوت اجتماعي شديد وده بيخلي انه الطبقات دي بتحاول ان هي تستغل بعضها طبعاً. يعني ممكن تلاقي شاب حاله ميسور شويه يخش على تطبيق من من تطبيقات التعارف دهيت هيتعرف على واحده مش من الطبيعي انها تكون في الدايره القريبه منه في الحياه لكن تقدر تكون قريبه من الدايره بتاعته في تطبيق التعارف ويبقى بالنسبه له ما هو سهل وميسور بالنسبه لها ده الامل آه يعني واحده مثلا امنيتها ان هي تخرج وتروح سينما وتتفسح وتروح تاكل في في مطاعم لا آه وفي نيات انها عايز تتجوز وده بالنسبه له حاجه عاديه جدا وسهله جدا فبيتم اغراقها بالحاجات دي بس في ناس تانية بتدخل على التطبيقات دي فاكرة ان هم ممكن يتجوزوا بالطريقة دي اه ما هو خلي بالك انه بيبقى دايما الدخول الاولاني من قبل الشريحة الكبرى هي للاستخدام الطبيعي للتطبيق م. لكن كل كل الادوات ده هي بيبقى لها الجانب السلبي بتاعها اللي هو في ناس بتستغلها بطريقه اخرى يعني لو احنا بنتكلم يعني ببساطه وبصراحه شديده لو كان الهدف من كل الناس اللي داخله ان هي تتعرف بغرض الزواج كان هيبقى تطبيق محمود جدا طبعا لكن هو في في مجموعه بتبقى داخله مش, مش داخله عشان تتجوز هي تصطاد حد تصطاد يعني تصطاد فريسه كبنت بنفسها ولا تصطادها على ان هي يعني يتم النصب عليها بعد كده والاحتيال عليها ماديا ده بيحصل وده بيحصل أستاذ شريف تطبيقات التعارف دي ازاي في الأخر لو احنا بندخل عليها نحمي نفسنا من الناس اللي ممكن تستغلنا فيها أو عليها؟ أهم حاجة إن احنا ما نحطش أي معلومات تؤدي للوصول إلينا، م. يعني مثلا لو هنحط صور نبقى حاطين صورة احنا عارفين إن الصورة دي لو اتنشرت في الجورنال محدش هيعرف يوصل لنا، ما نحطش صورة فيها الخلفية مبينة المنظر اللي من الشباك، ما نحطش صورة في مكان عملنا فيها اللوجو بتاع الشركة، ما نحطش صورة في مكان يقدر يتعرف ان احنا بنتواجد فيه لان ده هيسهل الوصول الينا م. المعلومات الاضافيه اللي نحطها ما تبقاش يعني معلومات تخلي حد يعرف يوصل لنا يعني ما احطش اقول ان انا طالب في كليه الهندسه جامعه عين شمس الفرقه الثالثه كهرباء مثلا م. خلاص انا كده اتعرف اتعرف مكاني فين نقول فيه طالب في عين شمس وخلاص ولا حتى اقول عين شمس ولا طالب جامعي اوكي جميعي. طالب جامعي طالبه جامعيه يعني لو عايزه تحدد قوي تقول المحافظه طالبه جامعيه في القاهره مش. لكن اول ما هتبتدي تقلل هذا يعني يعني تبتدي تضيق هذا النطاق ممكن الوصول اليها طبعا ما نديش ارقام تليفونات ما نحطش ارقام تليفونات ما نحطش اي طريقه ل... يعني للتواصل تخلينا ان احنا لو قررنا نقفل الحساب بتاعنا اللي على تطبيق التعارف ده الناس تعرف توصل لنا، م. يعني انا لو جيت بقى فرحان ان انا عندي بروفايل على الفيسبوك وعندي بروفايل على التويتر وعندي انستجرام والحاجات دي لو ابتديت احط كل الحاجات دي جوه التطبيق بتاع التعارف معناه انه اي حد اخد الاكونتس دي عرف يوصل لي بطرق اخرى غير تطبيق التعارف، فلو انا لسبب ما قررت الغي التطبيق بتاع الغي حسابي على تطبيق التعارف برضه هذا الشخص عارف يوصل لي طبعا فلازم ابقى حاصر قوي الحاجات اللي بحطها على التطبيقات اللي من هذا النوع وطبعا ما يكونش فيها اي معلومات خاصه ايا كانت يعني ما اتكلمش بقى عن ان انا ليا اخ مثلا بيعمل في بنك من البنوك ما اتكلمش ان انا ليا اخ شغال في في جهه يعني ما اجيبش سيره اي تفاصيل ما اقولش ان انا مثلا والدي كان في القوات المسلحه يعني ما اجيبش سيره خالص لأي لا حاجة تقدر تمكن الناس إنها تتعرف علي كشخص، وما أعملش الخطأ الشائع إن أنا أحط الاسم ثلاثي ورباعي اللي هو يخلي أي حد يدور عليه، لا يعني أختار لازم يبقى البروفايل فيه كم من المعلومات ما يوصل ما يوصلش الشخص اللي قصادي ليه. طيب بس الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي في ناس كتير وهما بيتفرجوا علينا دلوقتي هيقولوا طب ما أنا داخلة أتعرف إزاي ما أعرفش اللي قدامي أي حاجة عني؟ لا انا دي بعد ما اعدي اول كذا مرحله من التعارف لكن ما احطهاش في الاول اللي, اللي داخل يتفرج على البروفايلز يلاقيها أوكي. لانه هيبتدي يختار هيبتدي يختار التعارف على هذا الاساس اوكي طيب حضرتك شايف ان هو بقى سهل جدا ان حد يسرق الحساب بتاع حد على السوشيال ميديا او يعمل له هاك على التليفون بتاعه ويسرق الصور اللي عليه؟ بصي القصه دي بقت سهله جدا لانه بقى في طرق كتيره خلي بالك ان هو نفس, نفس الطرق بتاعه الاحتيال القديمه هي اللي بيتم تطبيقها في يعني جرائم الالكترونيه م. يعني على سبيل المثال ما بقاش قاعد انا في كافيه والكافيه ده فيه كاميرات مراقبه وبستعمل الواي فاي بتاع الكافيه وادخل الباسورد بتاعتي والكاميرا شايفاها يبقى م. اي حد من اللي بيبصوا على الكاميرات بتاعه المراقبه ده شاف انا بدخل باسورد شكله ايه م. التطبيقات اللي فيها انه يبعت لي كود عن طريق الاس ام اس او كود على الموبايل دي لازم افعلها اللي هي فاكتور اوثنتيكيشن ما استخدمش نفس الباسورد في كل حته اللي فيها لما تتسرق من مكان توصل للباقي لما يجي لي ايميل والايميل ده بيقول لي ان يعني حسابك هيتم حي اغلاقه في خلال 24 ساعه ما لم تؤكد آآ آآ كلمه المرور بتاعتك وادخلها الان ويديني رابط ما تعملش مع الحاجات دي غير بحذر شديد جدا اشوف الرابط بيروح لفين واشوف الرابط مكتوب صح ولا هو ده يعني آآ آآ هنقول ايه انه تغيير املائي لاسم المكان يعني مثلا يبقى حاجه على جوجل يقوم عاملها ايه؟ جي او جي جي ال بدل جي او, أو جي ال اي فيبقى انا بشوف لو بصيت عليها سريعا كده اتلخبط لا لازم ابص عليها يعني بحذر شديد جدا اي حاجه بتطلب مني كلمه المرور ما لم اكون انا بحاول ادخل على الحساب بتاعي دي اتعامل معاها بحرص شديد جدا لانه بنسبه 99% بتكون عمليه اختراق طيب في ناس بتقول ان حتى لو انا انسانه بتاخد بالها ويعني عايشه مركزه جدا على السوشيال ميديا وما بطلعش معلومات ما بحطش صور ما بعملش ممكن شخص فعلا يشتري سوفت وير ويهاك حاجتي كلها في سوفت وير بتتباع كده اه في اه في سوفت بيخليه يقدر يركب صور على حاجات وعمليات ابتزاز بتتعمل بالطريقه دي يعني هو دلوقتي يعني كان زمان علشان ياخد صور لبنت ويبتزها لازم يوصل لمرحلة إنه يعرف يصورها. مم. دلوقتي بقى ممكن لو وصل لصورة الوجه فقط يقدر ياخد صورة الوجه دهيت ويركبها على حاجات تانية. مم. بس طبعاً دي بتبقى يعني جريمة بيعاقب عليها القانون بشدة. مم. يعني عملية إن أنا آخد صور بتاعة شخص وأركبها وأبتدي أبتزه بيها دي يعني جريمة بقى إلكترونية مش إلكترونية هي طبعًا. جريمة جريمة ابتزاز وجريمة بيعاقب عليها القانون بشدة. مم. بقى استعملها على السوشيال ميديا أخدها وزعها في الأتوبيس هي نفس الجريمة هي. هي. طبعاً طب في سوفت ويرز فعلا يعني بتخلي الواحد يشوف الموبايل بتاعك كانه في ايده يعني حاجات بهاكينج يعني بس ده اه بس ده بيقتضي بيقتضي ايه؟ بيقتضي ان انت تنزلي تطبيق على التليفون بتاعك وعشان كده لازم نبقى حريصين جدا من اي حد يقول لك ايه؟ هاتي التليفون ده انا هنزل لك عليه ابلكيشن تحفه. يكون بينزل حاجتين في نفس الوقت بينزل ابلكيشن هو هو بيدعي انها تحفه لكن في نفس الوقت بي... بينزل ابلكيشن تركب التليفون زي ما بيقولوا، اللي هو تبقى يعني اكنه هو قاعد معاكي في التليفون ده. فطبعا يعني ما, ما نديش التليفون لاي حد ينزل عليه اي تطبيق ايا كان ما ننزلش اي تطبيق غير من المتاجر الرسميه لان التطبيقات اللي على المتاجر الرسميه بيكون عدى عليها نوع من انواع يعني الفرز ونوع من انواع يعني الرقابه انه يتاكد ان ما حاجه من هذا النوع م. واهم حاجه ان انا ابص في التليفون بتاعي على كل التطبيقات اللي موجوده عليه وايه البرميشنز اللي واخداها يعني تطبيق مش محتاج ياخد يستعمل الميكروفون ما اديلوش استعمال التليفون تطبيق مش مش محتاج ان هو يشوف انا مكاني فين م. بالجي بي اس ما يشوفش انا مكاني فين بالجي بي اس صح احنا بنستسهل انه لما نيجي ننزل تطبيق نعملش فيه حاجة نسيبه زي ما هو. فلاني. آه، لا يقول لك التطبيق الفلاني طالب البرميشنز الاتية موافق ولا مش موافق؟, موافق. موافقين طبعا موافق على, طول خلاص. آه، على طول موافقين. اه على طول موافقين. فلازم نبقى بنبص على الحاجات دي يعني بحرص شديد. يعني نضيع الوقت بان احنا بدل ما نقول اه موافقين نبص هو ده عايز ايه؟ يعني هو التطبيق مثلا بتاع التعرف ده، ليه عايز الكاميرا بتاعتي؟ م. ما انا الكاميرا بتاع يعني هو ده انا بحط البروفايل عليه يبقى مش محتاج الكاميرا. التطبيق مثلا الفلاني ليه محتاج يعرف انا فين او الكونتاكتس بتاعه الموبايل او الكونتاكتس اللي على الموبايل بالظبط آه يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان الواحد بعد ما بيسمع الحاجات دي بجد بيحس ان هو عايز يمسك موبايله يرميه ويروح يجيب موبايل ما فيهوش اي ابلكيشن ولا ولا كاميرا ولا اي حاجه والواحد يحس بامان تاني يعني اه التلفونات اللي هم التليفونات اللي بزراير بالظبط بالظبط <applause> طيب آه سؤال مهم جدا 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 لو حد تعرض لعملية ابتزاز أو نصب عن طريق السوشيال ميديا يعمل إيه ويروح فين؟ مباحث الإنترنت أول حاجة الناس ده هي بتعمل مجهودات كويسة جدا والناس دي عندها خبرات عالية جدا أي حد بيلجأ لهم بيعرفوا يحلوا المشكلة وبيحلوها وبسرية تامة وبيحافظوا على الخصوصيه بتاعت هنحط 500 ال... خط تحت السريه تامه لان في ناس كتير بتخاف انها تروح وبيقولوا لا دول بيشيروا الحاجات دي لا دول بيطلعوها مثلا في الجرايد او بيعملوا او بيصوروا حضرتك قلت السريه لا بسرية اللي بيقول دعم. الكلام ده هو اللي بيقول الكلام ده بس عايز الناس تخاف من بالزبط. الانترنت بالزبط. لان عارف ان هم هيجيبوه هيجيبوه بالظبط يعني ما فيش يعني الناس دي بقول لك ناس محترمه جدا اكيد ويعني شرفت ان انا تعرفت على ناس منهم قبل كده لا ناس محترمه جدا وعارفه هي بتعمل ايه واي ضحيه بتروح بيحافظوا على السريه وعلى الخصوصيه وبيقابلوها مقابله محترمه جدا وبيعرفوا يجيبوا للناس حقها. اللي اتعرض لحاجه زي دي ما يخافش ان هو يروح يبلغ مباحث الانترنت. استاذ شريف مباحث الانترنت بنروح لهم فين؟ بنكلمهم على ايه؟ في ارقام معينه او مثلا ويب سايت او اي حاجه؟ هم اسهل اسهل طريقه هي التوجه الى المكاتب الخاصه بيهم اللي هي في مديريه الامن على اساس انه برضه يعني لو ويب سايت والحاجات ديت الناس برضه هيبقى فيها ابيوز كتيرة قوي فهي اسهل حاجه هي التوجه لهم وهم بيعرفوا يطلعوا كل المستندات اللي مطلوبه وبيعرفوا يقوموا بعمل اللازم تجاه ان هم يعرفوا مين اللي بيعمل عمليه الابتزاز ده طيب في نوع تاني من النصب للاسف بعد ما احنا كلنا متوجهين للاونلاين وده بقت حاجه اساسيه في حياتنا في ناس مثلا بتشتري حاجه من صفحه معينه وبعدين يجي حاجه تانية خالص وتكتشف انها مش سليمه او ناس تحول الفلوس وما يجيلهاش حاجه خالص المفروض اتصرف هنا ازاي؟ طيب خلينا نقول ان انه يعني ايه في في مجموعه من المحاذير لازم ناخد بالنا منها اول حاجه لو احنا بنتعامل مع متجر من المتاجر الكبيره اللي لها تواجد في مصر فساعتها بنقدر ان احنا نشتري اونلاين وبندفع بالكريدت كارد مقدما والحاجه بتيجي ولو مش عجبانا بنقدر نرجعها الى لكن هو الخوف بيكون من الاشخاص اللي عاملين صفحات وبيعرضوا حاجات وبيطلب منك انك انت تحولي له الفلوس يا اما عن طريق الموبايل يا اما انك تدفعي بكريدت كارد ولا حاجه وفي الاخر يجي لك المنتج غير غير مطابق وما بتعرفيش توصلي انك ترجعيه او تاخدي حقك في الحالات اللي زي كده انا بقول ادفع اكتر سنه وقول ان انت هتدفع كاش عند الاستلام. تشوف الحاجه قدامك ساعتها تبقى يعني تقدر تدفع ثمن في نفس الوقت لازم نبتدي نبص هل الناس دي ليها ارقام تليفونات بنقدر نتواصل عليها؟ لانه لو له رقم تليفون بنقدر نتواصل عليه لو احتاجنا نلجا لحمايه المستهلك بنقول لحمايه المستهلك البائع الفلاني برقم التليفون الفلاني لكن لو احنا بنتكلم على حد عمل صفحه على انستغرام واحده حاطه صفحه على انستغرام حاطه فيها مجموعه شنط او او شويه صيغه للبيع وبعتي طلبتيها وجالك المنتج غير مطابق وقامت قافله الصفحه بتاعت الانستغرام دهوت وبعديها بشهرين قامت فاتحه ثانيه هيبقى صعب الوصول اليها وكتير جدا من عمليات النصب دي بتعتمد على إن الواحد ممكن يسأل لو المبلغ مش كبير فالحاجات بقى اللي هي ب 100 جنيه وب 150 جنيه هنزهق في المطالب حنزهق في المطالبه بيهم لكن ده في الاخر ممكن واحد او واحده يكونوا يعني نصبوا على 1000 بني ادم كل واحد في 150 جنيه دول ب 150 الف جنيه طبعا فالمعلومة الأولى ندور على المتاجر الكبيرة أه بتبقى أغلى شوية ولكن فيها حتة ضمانة الحاجة الثانية إن احنا ندفع كاش عند الاستلام بيتحمل مصاريف إضافية لكن بتبقى المصاريف ده هي يعني تستاهل في أن الواحد يكون يعني مطمن لما يشوف الحاجة يدفع ثمنها طيب لما بنيجي نشتري حاجة من بره مصر وويب سايت معروف جدا هل أن أنا أحط الكريدت كارد بتاعي على الموبايل ده صح ولا غلط؟ لا لو ويب سايت من الويب سايتس المعروفه مفيش مشكله ان احنا نحط الكريدت كارد خصوصا ان معظم البنوك في مصر دلوقتي بقت بقت في الترانزاكشنز اللي بتحصل اونلاين بيبعت لك بين كود تدخليه علشان توافقي على كل عمليه فما بقيتش ان هو يسحب كده من الكارت عمال على بطال لا ده كل عمليه بيتم فيها التاكد عن طريق رساله بتجي لك على الموبايل يقول لك ايه دخلي الست ارقام دول علشان تاكدي ان انت فعلا اللي عامله العمليه بتاعه الشراء ده فدي ما هياش دي ما هياش مشكله لكن طبعا احنا لازم نفكر كويس قوي ان اللي بيبعت حاجه من بره الحاجه اللي بتيجي من بره دي بتيجي وبتخش يدفع عليها جمارك يدفع عليها ضريبه مبيعات واستلمها <applause> عمليه الارجاع مش سهله طبعا عمليه ان انا لو الحاجه مش عاجباني ارجعها هتبقى صعبه جدا صح فيعني لازم نحترس بشده واحنا بنشتري حاجات من بره ما لم تكون حاجات يعني زي ما بيقولوا عليها كده ديجيتال برودكتس بشتري سوفت وير من من شركه من الشركات بشتري فيلم بشتري اغنيه الحاجات دي ما فيهاش ما فيهاش مشكله لكن انا بعتشتري منتج وانا مش شايف المنتج ده قصادي آه ما لم اكون متاكد قوي انه منتج من الحاجات اللي بيبقى لها مثلا بارت نمبر فببقى طالبها بالبارت نمبر بتاعها عمليه الارجاع بتكون صعبه جدا يعني طبعا المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا آه مهمه جدا ويمكن الكلام فيها ما بيخلص بس دكتور شريف اسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات بشكرك جدا 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 على وجودك معانا وعلى كل المعلومات اللي انت اديتها لنا النهارده اشكرك اشكرك قصص الرعب دايما بتشدنا وبتشد ناس كتير قوي صحيح في مننا كتير بيخاف وفي ناس ممكن لو سمعت قصه رعب او شافت فيلم رعب بتبقى مش عارفه تنام بالليل بس ده لا يمنع برضو ان النوع ده من القصص والافلام ليه مكانه خاصه جدا عندنا على صفحات السوشيال ميديا كمان هنلاقي ناس كتير قوي بتهتم باي محتوى مرعب ويمكن سر انتشار الصفحات دي وسر حبنا للنوع ده من القصص والحكايات انه بياخدنا العالم بيكون دايما مليان بالغموض والاسرار فتلاقينا دايما كده بنحاول نعرف عنه اكتر النهارده هيكون معانا واحد من اهم البلوجرز في محتوى الرعب وهو روماني حبيب مؤسس صفحه وقناه في الضلمه واللي وصل عدد متابعينه لاكثر من 3 مليون ونص متابع ازيك يا روماني ازاي حضرتك يا استاذ ريهام عامله ايه الحمد لله انت عامل ايه تمام الحمد لله انا يعني عشان نتعرف عليك اكتر اول سؤال هساله لك ايه اللي خلاك تروح للمحتوى ده بالتحديد محتوى الرعب هو الموضوع كله اصلا بدا ان انا دخلت في في المجال ده بسبب الفويس اوفر في الاول يعني ما كانش في دماغي بقى ان انا ابدا في الرعب او ابدا في اي كونتنت تاني بس لما واحده زميله ليا عرضت عليا ان انا اسرد في الاول قصه رعب كانت حاجه مؤلفه يعني فلما بدأت أعملها لقيت إن هي اقتنعت بيها جدا مع إن هي اللي فيها أصلاً فهي اللي عرضت عليا فكرة إن أنا أخش في سكة الرعب دي لكن هي ما كانتش مترتب لها أصلاً إن هي تبقى في في المجال ده بالذات. فحست إن في زي طريقة إقناع شديدة للموضوع فبدأت بقى إن أنا أسرد عن الحاجات الحقيقية بقى ما دخلتش في سكة إن هي مجرد رعب لا ده مجرد حاجات أوريدي حصلت ومنتشرة في جميع المواقع وكل الناس اتكلمت عنها قبل كده. طب وليه سميت البيتش بتاعتك في الضلمه؟ علشان بقى بتتكلم عن كل حاجه غامضه مش ظاهره في النور بتبقى يعني دايما موجوده في الضلمه يعني حاجات مش حبيت اجيب اسم القناه على على وزن حاجه انا بعملها في القناه الريدي يعني معظم الجرايم او الحاجات دي بتبقى في الضلمه حدش بيبقى عارف عنها حاجه فاحنا بقى بنطلع الحاجات دي للنور يعني زي ما بيقولوا روماني انت لعبتني انا شخصيا <applause> هو انا اهلي اصلا بداوا يخافوا مني ويعني واصحابي بداوا يخافوا مني وخلاص بمجرد ان انا دخلت في في المجال ده الموضوع اتغير معايا تماما طب انت عرفت على الناس دي ازاي يعني انت بتدور في ايه بتقرا في الادب مثلا بتاع الرعب يعني بتجمع القصص دي ازاي كمان هو على حسب الفكره يعني اللي انا هعمل عنها يعني لو مثلا جه في دماغي ان انا اعمل عن شخصيه شريره فبدور بقى عن الشخصيات اللي ممكن تكون عملت حاجه في التاريخ وما تتنسيش يعني مثلا لو هو قاتل معروف عالميا لو هي قبيله مثلا بتعمل عادات وتقاليد مش سهله او احنا كبشر عاديين مش متعودين عليها وهكذا ممكن مثلا اقعد 3 ايام او يومين علشان مثلا الاقي موضوع واحد بس اللي هو اللي بيتعمل 10 دقايق في اخر اللي بيتشافوا دول يعني عرفت على الناس دي ازاي مثلا جداً. يا روماني عرفت عليهم من فين اللي هم اللي في الفيديو بالذات مثلا ده مثلا يعني الفيديو ده مكتوب في كذا منصه اجنبيه كاتبين عنه وفي بلوجرز اجانب كتير جدا راحوا للاماكن دي وصوروا هناك يعني و... والجماجم اللي هم بيعملوها من من الراس بتاع اعدائهم دي اصلا بتتباع وبتتباع بمبالغ عاليه جدا بتوصل لالاف الدولارات بسبب ان الناس الاغنياء بيعتقدوا ان الراس دي او الجمجمه دي بعد ما بيتعمل فيها كل الحاجات دي بتجلب الحظ م. فالموضوع منتشر بس الحظ جميل قوي ده ده بصراحه ممكن كل يسمع على. هو طيب الناس دي فعلا يعني في منها كتير يعني انا عملت سلسله كامله عن عن اغرب عادات وتقاليد بس بعيدا عن الرعب لوحده يعني طيب انت في حد بيساعدك في عمل فيديو لان انا كمان لما احنا بنتفرج دلوقتي لقيت ان في جرافيكس وكده اه هو طبعا آه ايام الامتحانات لازم ان انا كنت بلجئ لحد حد من اصحابي بيوقف معايا في الـ في السكريبت في او في التدوير على الموضوع لان طبعا الموضوع مرهق جدا بياخد مني تقريبا شغل ثلاث ايام عشان اطلع الفيديو الواحد يوم تصوير يوم مونتاج يوم عشان خاطر احضر اصلا المواضيع والكلام ده فبلجا طبعا ان انا اشوف حد على الاقل يساندني في أنه هو يلاقي معايا الموضوع ما حتى لو انا هكتبه يا إيه اما بقى مثلا حد بيساعدني في كتابه الموضوع نفسه او انا اديله التوبيك واخويا بيقف معايا في التصوير في تظبيط الزوايا بتاع الكاميرا والحاجات يعني أنت تيم تقريبا مكون من كام فرد؟ يعني لو هنعمل باستمرار وانا كتيمة هنبقى ثلاثه بس وانت بتنزل قصه كل قد ايه؟ كل مثلا ثلاث اربع ايام لو الدنيا متظبطه لو في امتحانات ممكن مره كل اسبوع. وبتقعد تقرا في الثلاث ايام دول طبعا قبل ما ما تطلع الفيديو اكتر عن الموضوع عشان تجمع معلومات. اه طبعا ولازم اجيب الجرافيكس الملائمه ليه قبل ما اعمله اساسا يعني بالظبط ممكن انزل فيلم كامل عباره عن كام جيجا عشان خاطر اخد منه لقطه. ممكن تكون قريت كام قصه ف... لحد دلوقتي يا رومان؟ لا كتير كتير جدا تقريبا, تقريباً يعني. من ساعه ما بدات داخل في سنتين كل يوم ممكن اقرا قصص. كل يوم أوكي. قصه او اثنين ففي حصيله قصص رعب كتير يعني كنت بعاني من الكوابيس بسبب الموضوع ده ده اكيد كنت لسه عايزه اسالك في قصه معينه كنت مثلا وانت شغال عليها انت شخصيا كنت خايف منها؟ في كذا قصه مش قصه واحده بس في الاول كانت نور الطاقة اللي هي المفروض ان هي بتحيي الافراح وعامله زي الدي جي حاليا بس كان زمان بقى في السبعينات والثمانينات ما كانش فيه الدي جي والكلام ده فالست دي هي اللي كانت بتروح بقى بالفرقه بتاعتها وتطبل وتعزف وتحيي الفرح يعني. فالست دي المفروض ان هي راحت حية فرح كان ما فيهوش غير الجن بس شافت رجول معيز الناس وهي واقفه والبيت كان مهجور اصلا وما اللي استدعوها مش موجودين يعني ما لهمش وجود. فالفيديو ده اصلا طلع ترند فطلع نور اه ترند حدش كان يعرف عنها اصلا جاب سبعه ونص مليون مشاهده على الفيسبوك. روماني تعرضت قبل كده لكومنتس سلبيه من الجمهور على السوشيال ميديا بسبب البيج بتاعتك في الضلمه؟ آه في ناس طبعا اكيد يعني تعرضت بس مش اللي هو التعرض الهجوم لا اللي هو ممكن واحد يقول لي انت بتكذب مثلا اللي هو ما بيبقاش مستوعب ان انا مجرد بنقل لك حدث آه بيبقى في دماغه ان انا بقول لك على حاجه حصلت يعني حصلت وما تشوفش مع اني بنوه ان كل الكلام ده مجرد قصص متداوله او اساطير الناس سمعت عنها انا ما بجيبش كلام من عندي انا مجرد بس للقصص بس بس طبعا اكيد بيبقى في عقليات ما بتستوعبش كده بمجرد ما تشوف في الفيديو على السوشيال يعني ميديا بيقولوا لك إيه لا مثلاً. ده ده بيكذب اللي هو مثلا انت انت بتخرف انت بتكذب اللي هو لا مش مثلا ممكن يعترضوا على حاجه ثاني اللي هو انما الحمد لله معظم الناس بيبقى عاجبها طريقه الالقاء والاقناع آه بغض النظر عن القصه نفسها يعني حتى لو هي ما حصلتش وهم متاكدين ان هي ما حصلتش فلا بقول لك انت اقنعتنا بالقصه حتى لو هي مش مش حقيقيه يعني. بس انت كل القصص اللي بتجيبها بتكون حقيقيه معظمها او اساطير متداوله يعني مثلا زي النداهه عملت فيديو عن النداهه يعني مش اكيد ان في حاجه اسمها نداهه بس جدي وجدك ممكن يحكوا عن حاجه فيها اسمها اسمها النداهه في الصعيد وكده فبنقل الاحداث اللي, اللي اصلا اتكتبت في جرايد عالميه واتكتبت في حتت كبيره يعني مش بجيب كلام انا بالفه يعني اه طبعا طيب المؤثرات الصوتيه بتلعب فيها انت جامد قوي هي والاضاءه بتخلي الموضوع اصعب خالص. ولا ما بلعبش في اي مؤثرات يعني صوتية. يعني في مزيكة وكدا. مش مزيكة على وكدا. أيه. خفيفة في مزيكا وكده انت حاطط مزيكا وكده اه انا حاطط ميوزك خفيفه كده في الباك جراوند انما ما بعملش اي ساوند افكت ممكن تلعب او تفزع وده اللي انا شغال عليه اوريدي لان انا مش هينفع اخوفك من طريقه المونتاج انا هخوفك بطريقه الالقاء والكلام علشان ما تعتبرش شيطانه ان انا افزعك بالمؤثرات دي ان هو يكون مركز في القصه نفسها كدا. ما يكونش المزيكا او آه الصوره هي اللي بتخليه يدخل في المود بتاع الرعب بالظبط مش الجرافيك او او الموسيقى اللي محطوطه هو مجرد الاقناع بس بالحاجه يعني انت لو مش مشدود اصلا مش هتكمل الفيديو للاخر. م. طيب في الفتره الاخيره انتشر على التيك توك بلوجرز بيعملوا مغامرات مرعبه زي مثلا ان هم يروحوا مكان مهجور او المقابر انت شايف ازاي النوع ده من التجارب خصوصا انه بيبقى لايف؟ لا انا شايف ان حاجات زي كده اصلا بتبقى فيك مش مش حقيقي. يعني 90% منها بلاش نقول كلها 90% منها بتبقى فيك حتى لو لا آه بيبقى مثلا اه بيبقى هي اصلا عباره عن عماير عاديه او بيبقى مش مكبر ولا حاجه هي بتبقى حاجات آه يعني انا صادف قدامي كذا فيديو قبل كده انتشر على الفيسبوك انا عموما ما تيك توك اصلا آه بتبقى مباني عاديه بس هما بيبقوا مظبطين بقى البنيه على هيئه ان هي مقابر او ان هي عماير مهجوره هي آه. مجرد بس عماير ما فيش نور واصل ليها مش اكتر طيب روماني ايه خطواتك الجايه هتعمل ايه هو ان شاء الله بحاول ان انا اطمح يعني ان انا اعمل عمل كبير بقى ايا كان في مجال التمثيل او اي حاجه انت عامل كتاب كمان صح اه عامل كتاب نزل في معرض القاهره اللي فات ده والحمد لله انا عامل عامل شغل تقيل الحمد لله طيب الكتاب ده كان بيتكلم عن ايه قول لنا بيتكلم برضو عن القصص الحقيقيه اللي هي اوريدي معموله انا مجرد بس سردتها بنفس الطريقه اللي انا بسرد بيها الفيديوهات انما هي برضو قصص حقيقيه وموثقه اساسا بالصور اوكي لو في قاتل المشهور مثلا او الجماعه اللي هم كانوا بياكلوا لحوم البشر زمان ويطبخوها ويبيعوها في صور للناس دي اوريدي التجارب اللي هي كانت بتتعمل على يا روماني على والله بجد <تصفيق> <تصفيق> التجارب اللي هي بتتعمل على المساجين والحاجات دي كلها برضو ليها صور موثقه وحتى الاوبئه والامراض زي الانفلونزا الاسبانيه والحاجات دي كل الكتاب بيتضمن القصص اللي هي الحقيقيه دي بس طيب غششنا بقى هتعمل ايه قصه جديده اكسكلوسيف لترانس اللي جايه ممكن يكون عن الاستنساخ او عن حاجه تاني بقى مثلا زي رواية وسكينه او الحاجات دي هو انا لسه لحد دلوقتي الصراحه ما بس هو بنسبه كبيره ممكن يكون الاستنساخ يعني. ربنا يوفقك يا روماني وبشكرك جدا على وجودك معنا النهارده. ربنا يخليك والله ده شرف ليا يعني وعلى راسي. ميرسي. وبكده تكون حلقتنا خلصت نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. باي باي.